طبعا هذا المهرجان مشاهدينا مستمر في موسمه الثاني ويضم فعاليات عديده ومتنوعه، منها فعاليات الهيبه الاسبانيه واللي تم طبعا اطلاقها بتاريخ 9 يناير ومستمره حتى 11 يناير. ضمن الفعاليه يحيي الفنان الاسباني الكبير خوسيه كاريراس احد ابرز المطربين الاوبراليين عالميا، راح يحيي مساء يوم الجمعه 10 يناير حفل موسيقي يتوج في احتفاء العلا بسحر الثقافه الاسبانيه. مشاهدينا هذه كانت صور لرزنامة المهرجان، واللي حاب يحجز تذاكر الحفلات أو باقات السفر يزور الموقع اللي ظاهر على الشاشة الآن، وأيضا اللي حاب طبعا يحجز من خلال طريقة ثانية من خلال الاتصال على الرقم الموجود أيضا على الشاشة.